اللي جايه بقى معانا دلوقتي، او الحوار او الموضوع اللي معانا دلوقتي هو موضوع اجتماعي شويه، والناس كلها خارجه من رمضان. ايه اللي بيتامل واللي بيفكر ويعيد حساباته واللي عاوز يواظب على نفس الطقوس والعادات الجميله اللي حاول ان هو يتعلمها او يمارسها اثناء رمضان، واللي حاول يشتغل على نفسه وعلى شخصيته وعلى عيوبه، وانا منهم. يمكن انا طول النهار بحاول اشتغل على عيوبي، يعني انا معترفه. بس في بوست لطيف جدا بيتكلم عن ان العلاقات اختلفت مع اغلب الناس، ويمكن زي ما قلنا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا جدا في التاثير بشكل سلبي الى حد كبير على العلاقات الاجتماعيه والانسانيه بين الناس. البوست ده بيتكلم عن العلاقات المريحه، بيقول ايه بقى؟ بيقول حلوه قوي كلمه انا ما بزعلش منك، بس الاحلى منها هو ما يهونش عليا زعلك. الله، حلوه قوي العلاقات اللي تبقى رايحه جايه، اللي فيها ناس بتاخد وبتدي، ناس بتخاف على بعض من غير مصالح، وما يهونش عليهم زعل بعض، يرادوا بعض، يطمنوا بعض، يسندوا بعض، يعملوا حاجات كتيرة قوي. يعني كلموني كده عن الجمل اللي ممكن تكون لفتت انتباهكم في البوست ده كمان. طبعا. وكمان بيقول البوست انه حلوة العلاقات اللي هي الواضحة، العلاقات المنورة، اللي ما فيهاش اي خبايا، اللي تزود ما تنقصش، اللي تخليك تبتسم طول الوقت، تخليك مرتاح، تحس فيها انك على راحتك وعلى سجيتك، وانه عفويتك ما بتتفهمش غلط، اللي قدامك بيتقبلك كده زي ما انت بعملك، يعني زي ما بيقولوا، وما بيزهقش وما بيزعلش. الناس اللي بتبقى وجودها في حياتك بيدفيك، بتطبطب عليك زي ما قالت ايمان وهبه. الصحاب، الاخوات اللي بيقفوا في ظهر بعض طول الوقت، احلى حاجه في الدنيا الحقيقه. وفكره زي ما قالت هبه في الاول، فكره انا ما يهونش عليا زعلك، اتعامل معاها مع كل الناس بالمنطق ده، انه ما مش بقى يزعل ويتفرق، لا، ليه نكسر بعض؟ وليه ما نطبطبش على بعض ونحسش بقلق؟ نبدل الكراسي يا جماعه، اللي قدامي ده عيان، اللي قدامي ده متضايق، تعبان نفسيا، زهقان، مل، كبر في السن، عايز عطف، عايز حنان، لا، ما يهونش عليا زعلك. فعلا احلى كلمه في البوست ده، عجبتني جدا جدا. صحيح. هو كمان ممكن بس اللي عايزين نقوله، لما تلاقوا ان ربنا يكرمكم او ينعم عليكم لانها نعمه بالناس اللي ما بيهونش عليها زعلكم، عاوزه تديكم من قلبها بمحبه، ما تدوسوش عليهم بقى، يعني ما تضغطوش عليهم وتفرموهم نتيجه ان هم باقيين عليكم. نقدر النعمه دي بان احنا نحسن اليهم زي ما هم احسنوا الينا. طبعا الناس اللي على المنقذ يا ايمان، فاكره ان انت تدوسي على دور اللي بينقذ في كل حاجه. لا، ده خلاص، ما هو ما انت وقفت معايا قبل كده، يعني بقى حق مكتسب. ايه الجديد؟ ما انت ليه دلوقتي بتقول وليه دلوقتي بتقول انك تعبان، وليه دلوقتي جاي تنهار؟ وقلنا ان ما حدش يضحي بنفسه، يستنزف نفسه، يستهلك نفسه للدرجه دي. برضو زي ما كنا بنتكلم منى وهبه قالوا انه الناس الحلوه في حياتنا رزق، فما تقطعوش برزقكم يا جماعه، عشان الرزق مش دايما هيفضل موجود، ولو ان في ناس مش وش نعمه يعني. مننا. ما هو ربنا بقى مش عايزين نوصل بقى للمرحله دي، فكره النعمه، ان ربنا يا رب يحسسنا بالنعمه وهي في حياتنا، نحمد عليها ونشكرها ونحافظ عليها قبل ما تزول من ايدينا. ومن ضمن النعم هو الشخص ده. طبعا ما نقطعش برزقنا بقى. وفي جمله كمان انت قلتيها في الاول، انا ما بزعلش منك. عارفه ايه معنى ان انا بطلت ازعل من اللي قدامي، او ما بزعلش منه ان هو ما بقاش له قيمه عندي؟ I don't care. وكلامه بالنسبه لي، ربنا خلق لي ودنين عشان اسمع من هنا وفوت من الثانيه. هو نفسه ما بقاش ليه وجود، ما بقتش ازعل منه، يعني ما بقتش ليه عندي نفس الغلاوه. فخلوا بالكم ان الجمله دي حاولت تفهموها. مات العتاب، مش مات الكلام، مات العتاب. مات الكلام بالظبط.